اليوم نحن مشاركين في معرض ايدكس ونعرض لكم جهاز اطلقنا عليه اسم حوام. الجهاز هذا عبارة عن جيودرون، طائرة بدون طيار. نحن استخداماتنا كجيولوجيين يهمنا ان نحن نستخدم الاجهزة والميثودز الجيوفيزيائية لاستكشاف باطن الارض، فثبتنا جهاز ما يسمى عليه المغناطوميتر، يقيس الخاصية المغناطيسية لباطن الارض لاستكشاف باطن الارض الى اعماق تصل الى كيلومترات. فالجهاز هذا كان نحن نستغرق في السنوات الطويلة، لان نحن كنا ناخذ هذا الجهاز حملا على الاقدام، فناخذ مساحات تقدر بالكيلومترات، فعلى سبيل المثال 30 كيلومتر في 5 كيلومتر. فالجهاز هذا اليوم اختصر علينا شغل السنوات في اشهر قليله. الجهاز هذا يخدمنا في الاستعمارات العسكريه، لان جميع الادوات الموجوده حاليا العسكريه تعتبر بالمعادن اجهزه معدنيه، فالجهاز هذا يقدر يكشف لك على سبيل المثال الالغام المدفونه تحت باطن الارض والصواريخ اللي لم يتم تفجيرها ومخلفات الحروب.